نازلين. عرف نفسك. انا دكتور اسامه ياسين، المنسق الميداني للاخوان المسلمين في فعاليات الثوره. احنا النهارده نازلين عند السفاره الاسرائيليه، عايزين نقول ان الثوره المصريه هي نقطه فاصله بين عهدين، بين عهد بائد قديم كان بيرخص الدم المصري، كان الدم المصري رخيص، كان النظام البائد القديم ما عندوش مانع ان هو يبيع الدم المصري ويبيع الموارد المصريه للعدو الاسرائيلي. النهارده بنقول ان مصر الثوره اختلفت تماما، ان مصر الثوره بتعتد بدماء اولادها، ودماء الاولاد عندها غاليه جدا جدا مش رخيصه، وموارد مصر برضو مش رخيصه. وجايين النهارده نقول الرساله دي، اذا كان ما يفعله العدو الاسرائيلي من تهديدات ومناوشات وقطع الحدود هي بالون اختبار للثوره المصريه، فبنرد عليه نقول له دي الثوره المصريه، زي ما انت شايف النهارده ان الشعب المصري كله جاهز ان يكون جيش ورا الجيش المصري كله كمان. بنوجه رساله للعدو الصهيوني، بنقول اذا كان العدو بيعتقد ان في خلافات ثوريه مصريه داخليه وان هذه الخلافات قد تشجعه على اتخاذ اي اجراء، بنحذره، بنقول ان كل القوى السياسيه والقوى الوطنيه الموجوده هي حاجه واحده بس، دم واحد، كلهم عايزين يبقوا شهداء، كلهم مشروع شهاده، وان كل القوى الوطنيه والسياسيه تحط خلافاتها تحت اقدامها وتحت نعالها عشان قدامها هدف واحد، امن مصر، تراب المصري، الوطن المصري. بنقول رساله للجيش ان الشعب كله ورا الجيش حاجه واحده، وان الشعب والجيش حاجه واحده. وبنقول للمجلس العسكري، الثغور المصريه الان اصبحت في وضع حرج جدا، وده مدعاه ان المرحله الانتقاليه تمر بسلام وفي اسرع وقت ممكن، عشان الحاله الثوريه اللي احنا فيها تنتهي لدوله مؤسسات وعدل وقانون، وان الجيش يقوم بمهمته المقدسه الاساسيه، في يعود الى سكناته حتى يحمي الثغور المصريه. فعايزين هذه الحاله الثوريه تنتهي لدوله من دوله مؤسسات، دوله ديمقراطيه بنظام حكم منتخب ديمقراطي. فدي رساله للقوى السياسيه، ان مفيش استقطاب، مفيش ثنائيات، مفيش ازدواجيات، كلنا حاجه واحده، كلنا ايديولوجيه واحده، نعود الى ما كنا عليه في التحرير. ورساله للشعب المصري، يا شعب مصر، الرسول قال ان انتم خير اجناد الارض. الشعب المصري كله زي ما انت شايف، كله مشاريع شهاده، كله مستعد للشهاده اذا نادى نداء الجهاد، طبعا الشعب المصري. فدي رسالتنا النهارده، رساله للعدو الصهيوني، احترس، مصر الثوره مختلفه، مصر الثوره لا ترخص دماء اولادها، الاعتذار الاسرائيلي ليس كافيا، التحقيق الاسرائيلي ليس كافيا، لابد من القصاص، ولابد من ان يعرف ان الدم المصري، الجيش الاسرائيلي يقيم حرب كامله عشان جندي واحد مختطف، او عشان جنديين مع حزب الله، الدم المصري زيه، يمكن ان تنشا حرب وتقوم على دم جندي مصري واحد. دي رساله لازم العدو الصهيوني يفهمها كويس جدا. هل سيتم التصعيد فعلا ولا واقفه كده بس؟ احنا عندنا مطالب واضحه جدا جدا، طرد السفير الاسرائيلي، سحب السفير المصري، ان تعود سيناء الى السياده المصريه الكامله. كامب ديفيد او غيره، او زون جي او زون جيم، نحن لا نقر بهذا تماما. حق مصر ان تحمي سيناء كامله، وان اسرائيل مسؤوله عن امنها. امن اسرائيل مصر ليس مسؤوله عنه تماما. اسرائيل عليها ان تحمي نفسها. عايزين سيناء ترجع بسياده كامله مصريه، عايزين الحكومه المصريه الحاليه الانتقاليه والحكومه القادمه تبدا مشروعات تنمويه عمرانيه داخل سيناء. طريق حمايه سيناء هي التنميه والعمران. مش منطقي ان 100 كيلو متر يتم اصلاحهم على حدود الساحل الشمالي في قرى وهميه يستعملها الشعب المصري لمده اسبوعين او ثلاثه او شهر او شهرين، ونسيب البوابه الشرقيه المصريه. صمام امان الشعب المصري رساله مفتوحه من غير تنميه ومن غير عمران. دي رساله للحكومه الحاليه، دي رساله للحكومه القادمه، ان امن مصر يبدا من البوابه الشرقيه، يبدا من سيناء بمشروعات تنمويه وعمرانيه ان شاء الله. شكرا دكتور.